أعمالنا وأعمالكم، وشهر رمضان مبارك علينا وعليكم. وأسمى آيات التهاني والتبريك أرفعها وإياكم إلى مقام مولاي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه بذكرى ولادة أول فرح على دار الولاية، على تلك البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهو دار أمير المؤمنين عليه السلام بذكرى ولادة السبط الأول الإمام أبو محمد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. ولذا نحن على موعد وعلى موقف حينما نقف في هذه المحطة المفرحة ونحن مستبشرين إلى هذه الذكرى العطرة لولادة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، فنحن على موعد مع العظة، مع الدروس، مع العبر، مع الخوض في ذلك البحر اللجي، بحر معارف آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، بحر الإمام الحسن روحي له الفداء. الإمام الحسن لا أقول هو الإمام المظلوم ذكرا، وإنما أقول نحن الذين ظلمنا أنفسنا بعدم التعرف عليه، بعدم الوقوف الجدي على إحياء ذكراه بالذكرى الأليمة، ذكرى شهادته صلوات الله وسلامه عليه، أو ذكرى ولادته بالذكرى التي تليق بحضرته الشريفة. بل أكثر من ذلك، خلونا أقدم مقدمة لهالباب لأن في واقع مهم جدا. شوفوا إخواني الأحباب، التسمية علماء النفس يقولون لها أثر بالغ على نفس المسمى. يعني اللي يسمى باسم، فأول مراحل نضوج الإنسان أول ما يبحث عن سبب تسميته وعن معنى تسميته. شنو معنى اسمي؟ اسمي على من سمي؟ هسه الشيء بالشيء يذكر. شوفون احنا ثقافتنا حينما امتزجت بالثقافات الغربية، وهذا الامتزاج يعني صرنا هسه احنا خاف قبل نخاف على أولادنا ونخاف على شبابنا وعلى بناتنا ونراقبهم في المدرسة وفي الشارع. اليوم لا، صارت المسؤولية هم شنو أكبر. يعني ما نحتاج الانحراف، ما يحتاج مدرسة أو يحتاج شارع أبدا، إنما صار الانحراف وين؟ في بيتي وفي بيتك. يصل وين؟ يصل إلى بيوتنا، إلى حجر النوم. تليفون والانترنت كأنه يخلي لك العالم قرية واحدة، بتطبيق واحد يصل إلى كل العالم. فهذا هم يحملنا مسؤولية رقابية ومسؤولية عالية وكبيرة جدا في أن نحفظ ونحافظ على تربية أولادنا، على تربية بناتنا، وأن نراقب إخواني حتى لا تصير هالمشاكل اللي موجودة والمشاكل اللي هي بكثرة، وأن قدر الإمكان نخلي أولادنا أن يحفظون التربية وأن يعني يقننون هالمواقع وهالإنترنت بتقنين صح. فالشيء بشيء يذكر، يوم اللي امتزجت ثقافتنا بثقافات غربية، تلفزيون واطلاع وسفر وماكينات إعلامية وحرب ثقافية علينا، صرنا حتى التسمية لأولادنا والبناتنا هم صار اللي يسمي بتسميات عن الأنبياء وعن أهل البيت وعن هاي الأسماء للذوات المقدسة الطيبة الطاهرة. صار شنو؟ صار هذا يسمي بشيء مطروق وشيء قديم، شايفين؟ فالحديث كنت تسمي بتسمية فد شخصية
هي أوروبية، فد أسماء غريبة، تارة تكون أسماء لا معنى لها بس هو يكون يجي بشيء مخالف، أو تارة يسمي ابنه أو بنته على ناس هو لا يم الدين ولا يم رب العالمين، وعند الانحطاط الأخلاقي وعند الخلق صفر وعند الدين صفر. طيب مو هذا يوم اللي يكبر المولود ويوم تكبر ذيك البنت، هذا يوم راح يكبر راح يدور على اسمه، راح يدور على الرمز الذي سمي على اسمه، فنفسيا يتأثر يتعامل يتعاطى هذا الولد أو تلك البنت. فالشاهد يعني حتى المنظومة الدينية يوم اللي تفحص في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن للولد ثلاث حقوق على والده. قال أن يحسن تسميته، الحق الأول أن يحسن تسميته، وأن يختار له أم طاهرة، النسل والنسب، والثالث أن يعلمه القرآن الكريم، أن يعلمه قراءة القرآن الكريم. هذه ثلاث حقوق للولد على والده. أنا وياك ما نختلف على أنه ما عندنا شيء يقولون عنه هو انطباق الاسم على المسمى بواقعنا واقع الدنيوي. يعني مثلا جزء واحد يسمى صادق، فمو بالنتيجة لابد أن يكون يوم اللي يكبر صادق، جزء كاذب. وجزء واحد يسمى رحيم عبد الرحمن، هو عبد للشيطان مو عبد للرحمن، كما هو الحال مع عبد الشيطان ابن ملجم اللعين، أقدم على قتل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا بواقعنا الدنيوي، أما بواقعنا الأخروي المرتبط بالله عز وجل، لا، هو انطباق تمام الاسم على المسمى، بل بواقع الله عز وجل الاسم هو خاصية من خواص ومن ذاتيات المسمى، ألا وهو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وكريم بني هاشم، وكأنه هو الإمام فقط كريم أبدا، أو الإمام الباقر اللي يشق العلم، بقر العلم بقرة، أو الإمام الكاظم هو كاظم الغيظ فقط وفقط أبدا، هم كلهم كرماء وكلهم باقرين للعلم وكلهم كظمة للغيظ وكلهم سجادين وزين العباد، كلهم هاي تنطبق عليهم، لكن الظروف الموضوعية اللي مرت بهم خلت لقب من ألقابهم يبرز عنه روحي له الفداء صلى الله عليه وآله. قال أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد بل كلنا محمد. فيقول مرء عربي سلام يا أخ العرب، قال عليك السلام الإمام سجيته الكرم. فيقول جلس عند الإمام، الإمام ضيفه لكن ضيفه بعض الأكل يعني اللي موجود، فقدم الطعام إلى الإعرابي، الإعرابي امتعض غاضبا ضد الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولا لا يعرفه، فقال له شنو أنا تقدم لي هذا الطعام، أنا مقامي وكذا ما أعرف شنو، شلون تقدم لي هذا الملح الجريش والخبز، ما أكل هذا الأكل. يقول الإمام اعتذر له، هذا خلق الإمام، اعتذر له، قال العذر منك والعذر عند كرام الناس مقبول، لكن أنا أرشدك إن كانت وجهتك
وطريقك نحو المدينة اذهب إلى الزقاق الفلاني إلى البيت الفلاني، أكو مضيف راح يضيفونك، وذولك خوش ناس وخوش طعام يقدمون. أما قال له تعال هذا مضيفي أنا هيك أقدم للناس، ترى أنا زاهد، ترى أنا عابد، وأنا هذا أكلي وأكلي هناك ما لذ وطاب من المأكولات. قال له لا، روح ذولك الناس هم اللي ذولك أكرم، أكرم من عندي، وذولك عندهم فد مضيف عامر يقول. والإعرابي هم ما سلم على الإمام، انطلق إلى مضيف الإمام، سلام عليكم السلام، الخدم موجودين. يقول أكرموا ذلك الإعرابي، أكل الإعرابي وسقوه ماء وشراب طيب. يقول يوم اللي راد يطلع قال له لا أخي العرب أنت شنو محتاج شيء نقوم لك بخدمتك؟ قالهم لا والله أنا ما أعرفكم أصلا، لكن أكو واحد رجل مزارع أو في المكان الفلاني، وهو اللي أرشدني وقال لي روح هناك أكو ناس ذولي كرماء. قالوا له إنه إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، ماذا تتكلم، ماذا تقول؟ هذا الإمام الحسن، هذا صاحب هذا كل الخير والبركة، وصاحب هذا المضيف، وصاحب هذا الدار، ماذا تقول وماذا تتكلم؟ يقول قالهم وأيه؟ قالوا له إنه هو الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء ابن بنت رسول الله. قال والله هو هذا الخلق، هو هذا الخلق. قال محمد الإمام الحسن بتعاملاتهم هذه كانت أخلاقهم، ونحن إن شاء الله تعالى شيعتهم والسائرين على طريقهم وعلى هديهم وعلى هذا الطريق الذي خطوه صلوات الله وسلامه عليهم. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بمنهجهم بطريقهم بحق محمد وآل محمد. وخبت به نار الجهالة مذ رأت نور الإمامة في العوالم ينجلي. يستقبل خادم أهل البيت الشاعر فيصل الفرداوي بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. كنت تصفح بتاريخ الأيام، كنت تصفح بتاريخ الأيام، وعموما كل حدث موثوق سالك، وقريت بسيرة الأحداث كل عام وطرق تحديد توجيه المسالك، وشفت ترتيب قائد جيشنا العام اللي كان بكل حرب لازم يشارك، بس مغمض التاريخ ما قام يجيب اسم الحسن وقت المعارك، بس مغمض التاريخ ما قام يجيب اسم الحسن وقت المعارك. الظاهر ما كنت توجيه الاعلام من ذاك الوقت بيه عنصرية، يريد يسوي خلة بسيرته للبيت ويثير النعرة هاي الطائفية، يقول لك بالمعارك قائد يزيد ويشيد بمنجزات الآلومية، ولا تن الحسن من كثر الحروب وصل سيفه اسلم للغاضرية. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. بالكرم ما معروف، بس الحسن كان يتعنى للجوعان لو حس جوعان. بالكرم ما معروف، بس الحسن كان يتعنى للجوعان لو حس جوعان، ومن كثر ما صب زاد للي يضيفه، صيف وشتا يهفون من حر مضيفه. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. الروح شقد تحبك وانت بيها سيدي مولاي يا أبا محمد، الروح شقد تحبك وانت بيها، وحق الضوء عمك وانت بيها الزكية وآل حيدر، وانت بيها كريم البيت نورك شع علي. استقبل الرادود وخادم الإمام الحسين الأخ مهيب البياتي بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.
طفيل ما يهوى اللعب ليل ونهار يسوي زاد ويعزم اطفال الصغار هاي لعبته مولاي الحسن وسأل على الحسن من يوم اللي صار شبيه من يبكي بضيفي سكتونا من يبكي بضيفي سكتونا من يبكي يسوي زاد ويعزم اطفال الصغار واسأل على الحسن من يوم اللي صار شفي مولاي الحسن ومن يبجي بضيفي سكتونا من يبجي بضيف من يبجي بضيف من يبجي بضيف من يبجي بضيف مضيفك مضيفك للي قصده مشرع البيبان مضيفك مضيفك للي قصده مشرع البيبان ونارك ما طفت دوم الدلال تفور وبيتك ما فرغ من سائل وجوعان شهبة وما يرد مسرور ما تحسب ورا التطيح يا رجال مغمض تترسيدك للي يجيك يزور معزب ضايع صيته هذا اصله وتربيته وياهو ليج هبيته يغرف له بخاشيته ومشهود لليوم افعاله مشهود لليوم ومشهود لليوم افعاله ومشهود لليوم افعاله ومشهود لليوم افعاله كريم الكرم ما وصل ليك الغير وحاتم من يشوفك راح بيك يحير مو بس البشر شبعت حتى الطير وبيك الكل تحير ويا صبقه وبيك الكل تحيا شنو وصفك ما نقدر بيك الكل يلا شنو وصفك اي مثل الغيم واكثر مثل الغيم واكثر وتكرم ما تتعذر ومن جوده ما تطفي دلاله من جوده ما تطفي الدلاله من جوده ما تطفي الدلاله من جودة ما تطفي دلالة هذول ايش كم واحد عشاكم من هاي الاقزام اللي رادوا على اساس يهدمون المراقد اريد يخلي راسه براسه ابو فاضي خل نكتب هوصل ابو فاضل اللي هو بالطف يذبح والسيف يسمي له ويذبح والسيف يسمي له يذبح والسيف ويذبح والسيف
يسمي له يذبح والسيف يا ملعون رايد ولك هدم حسين هيج وتستهين بشيعته وناس يا ملعون رايد ولك هدم حسين هيج وتستهين بشيعته وناس ونسيت الضرب قبته وهدم حايط بيه شلون على المشانق علقه وراسه وين تاني ونسيت الضرب قبته وهدم حايط بيه شلون على المشانق علقوا راس جبل هذا الحسين وفاستك من جام دحفظ ماي وجهك واحشم انفاس تعرف زين طبع وتدري بي شلون وحق من جيش جدك عالصدر داسه لحايل ما تجي القبة تضيح حسين ازينها بمقص واقلبها مكناسه الموفق ناظم الحاش لحايل ما تجي القبة تضيح حسين ازينها بمقص واقلبها مكناسه المرقد ذاك وفن اليوصل للمرقد ذاك